نبقى في الشأن العراقي، تتأثر طائفة الأرمن في العراق كبقية العراقيين جراء الأوضاع الأمنية. كانت نتيجة أن هجر الآلاف من أرمن العراق إلى الخارج في السنوات الأخيرة. قرابة 1000 منهم فضلوا العودة إلى وطن الأجداد أرمينيا. وعلى عكس اللاجئين إلى بلدان أخرى، فإن اللاجئين الأرمن في أرمينيا يحصلون على الإقامة في البلد منذ البداية، ما يغنيهم عن اللجوء إلى المنظمات الدولية. قد يكون ذلك مكسبا لهم، لكن البعض منهم لا يزال يطالب بما يعتبرونه حقه في الإعانة الدولية. الزميل علي أوجانا زار مقر جمعية الأرمن العراقيين في العاصمة الأرمينية يريفان، وعاد بهذه الحوارات مع بعض أعضاء الجمعية حول ظروفهم وانشغالاتهم. اسمي نوبار، أنا مدرس في جامعة يريفان، وحاليا أنا مدير هذه الجمعية. طبعا نحن نعمل كل شيء على أساس نقدم مساعدات الأرمن المهاجرين في السنوات الأخيرة قبل الحرب. هاي الجمعية اللي تشوفها هاي كلها نحن مكونيها هيك بإرادتنا، بدعم من شخص أو شخصين أو ثلاثة، يعني في دعم كم شخص يدعمونا للإيجار والمصاريف اللي شفناها. اللي نستطيع نسويها نسويها. أنا بدي أقدر يعني إذا واحد مثل يحتاج عملية أو حالة الله لا يقولها وفاة، وهاي هل نقدر نساعده نساعده. بالنسبة إحنا العراقيين الموجودين في يريفان، طبعا إحنا العراق الخير والبركة، كان تعرف أنت العراق وقت صدام كان الوضع غير شكل، هلا الوضع غير شكل. تركنا العراق وجينا على أرمينيا. أرمينيا بلدنا وإحنا مرتاحين في أرمينيا الحمد لله والشكر. ما صار بالعراق مأساة بسبب هاي الحرب، تشتت العراقيين، تشتتوا، صاروا بكل العالم، وأكثريتهم حاليا يعيشون في أوضاع سيئة. أنا المشكلة الكبيرة اللي نعاني كبيرة اللي عندنا إحنا هسه منذ تواجد العدد الكبير من الأرمن بعد الاحتلال في أرمينيا، مشكلة الجوازات أو سفارة ما عندنا هنا. كان موجود سفارة عراقية في أرمينيا وأرمنية في بغداد، أما من بعد الاحتلال ماكو سفارات متبادلة مقطوعة، فنعاني من مشاكل الجوازات. لازم تمثيل عراقي موجود هنا حتى يسهلون أمورنا، فما نقدر كل ولو قنصلية على مود تمديد جواز أو تجديد جواز أو إصدار جواز جديد تروح لبغداد. إحنا قدمنا طلب حقيقة قبل أسبوعين إلى منظمة الأمم المتحدة اللي ارتباطنا بهم على أساس أنه لاجئين. طالبنا الأمم المتحدة بتخصيص حصة تموينية نسوة باللاجئين السوريا والأردن اللي عددهم هواية أكثر من عدد اللاجئين اللي موجودين في يريفان أو في أرمينيا، ودنا ننتظر رد من عندهم. برامج الأمم المتحدة فعالة في تركيا وسوريا ولبنان والأردن، أرمينيا مو فعالة البرامج هذا، اللي واحدة من البرامج اللي أهم شيء ريسيتلمنت، إعادة توطين. أنت في بلدك وتحسب نفسك لاجئ، يعني عجيب. يعني ولا استثناء اللي ماكو هيك شيء. بعد 2003 واللي يريد ياخذ جنسية أرمنية إلى كل الحقوق، يقدر يقدم هسه خلال 6 أشهر حصل على جنسية أرمنية. أرمينيا بلدنا صحيح، بلدنا أمنا، أم وطن أم طبعاً. هو الخير والبركه مثل ما يقول بالنسبه احنا الارمن، بس العراق احنا مولودين به، يعني احنا ولاده العراق ما نخلي فرق، بس احنا الفرق مالنا شو؟ الحياه تختلف هون وتختلف بالعراق. بالحاله على قولة العراقيين يقولوا ضيعنا الصوبين. يعني لا انا مواطن، القانون معي، انا مواطن 100% ارمني، بس ما مستفاد مثل المحلي مستفاد مثلي. ما قبلونا لا ريفيوجي، هي قلت لك ضيعنا الصوبين. يعني بكل معاملة انصدم انه انت مواطن ارمني، انت مواطن ارمني. يا اخي انا مواطن ارمني ما عندي غير الباسبورت، بس هذا الباسبورت وحق التصويت والترشيح، ولكن المواطن هنا كان وريث، احنا ورثنا التاريخ فقط. انا ورثت احلام جدي لما راح مشي من ولاية فان الى ايران، ومن البعقوبة دخل العراق، ومن محافظة ديالة دخل العراق. هذا الطريق اللي مشوه سنة 1918. ورثت فقط الأحلام، وبالأحلام لا تحيا الأمم. يعني علي أوجانا حاور هذه المجموعة من العراقيين الأرمن العائدين إلى أرمينيا.